مؤتمر حماية يمثل نقطة مهمة خلال العام، يلتقي من خلاله جميع المعنيين في مجال مكافحة المخدرات، في مجال التوعية، في المجالات الأخرى. وأعتقد أنه مهم أن يتطور من سنة إلى سنة. جهودكم طيبة، أنا أقول تنظيم على مستوى احترافي عالي، وهذا شيء مو غريب عليكم. ونتمنى إن شاء الله أن السنة نشوف ملتقى حماية في صورة أفضل.